مباشرة إلى أخبار المال والأعمال، حيث قالت شركة قطر للتعدين إن نشاطها في مجال التعدين يواجه عقبات بسبب التعدين الأهلي. جاء ذلك على لسان خالد العبيدلي المدير التنفيذي بشركة قطر للتعدين رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية السودانية للتعدين خلال لقاء وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، الذي تعهد بإزالة العقبات التي أقعدت بالاستثمار في مجال التعدين. وبحث وزير الطاقة والتعدين مع رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية السودانية للتعدين خالد العبيدلي سير العمل في مجال التنقيب عن معدن نحاس الذهب بالبحر الأحمر. وأكد الوزير التزامه التام بتسهيل عمل كافة الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والتعدين، وتعهد بتنفيذ منهج التغيير الجديد الذي يعتمد على التعامل المباشر والشفافية وسرعة إنفاذ الاتفاقيات. أعلن سفير دولة ألمانيا عودة شركة سيمينز الألمانية للعمل في قطاع الكهرباء بالسودان، وأكد رغبة بلاده في دعم الحكومة الانتقالية في السودان. وأشار لدى لقائه وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله إلى أن ألمانيا ستنفذ عدداً من المشاريع الاستثمارية في السودان ودعم القطاع الصحي في السودان وتقديم المساعدات الفنية تشمل تأهيل شبكات الكهرباء في السودان في فترة وجيزة وبتكلفة قليلة وتوفير قطع الغيار. وقال إن وفدا من الشركة سيزور السودان الأسبوع القادم. يعتزم برنامج تسويق الثروة الحيوانية تطوير البرنامج بشمال كردفان من أجل زيادة الدخل وتعزيز الأمن الغذائي. ووقف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان محمد الحافظ الشريف على سير برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود عبر وحدة تنفيذ شمال كردفان في قرى الصحوة والسلام بمحلية الرهد أبو دكنة. وأشار إلى مساهمة مشروع إفاد والمشروعات الأخرى في عمليات تدريب وتنشيط وتمويل المجتمعات المحلية ورفع قدراتها الإنتاجية.